اوكي، مرحبا، كيف حالكم؟ معكم راني. طبعا نحن عم بتابع في قراءة الكتاب سي بلس بلس كونكرنسي ان اكشن، يعني التوازي على الارض، اوكي، اذا بدكم بلغة سي بلس بلس، يعني تخلي العمليات دائما متوازية على لغة سي بلس بلس. فببلش هون نحن حنقرا يمكن الواحد فاصل واحد، واحد فاصل ثلاثة سوا، وبعدين الباقي من الاقسام تبع الواحد فاصل ثلاثة راح نقسمهم. اوكي، فاذا فبيحكي التوازي والمالتي ثريدنج بلغه سي بلس بلس، بقول لك الدعم المعياري او الدعم المحطوط تحت المعايير، اوكي، للتوازي خلال المالتي ثريدنج، خلال تعدد العمليات، اوكي، هو شيء جديد على سي بلس بلس. اوكي، هو بس بين، اوكي، مع المعيار سي بلس بلس 11 تبع 2011 طبعا، اوكي، اللي هو بيخليك تقدر تكتب برامج مالتي ثريدد، يعني متعدده المهام، اوكي، بدون رجوع، اوكي، او اللجوء ل يعني مكتبات مخصصه لكل نظام تشغيل. كل نظام تشغيل ممكن يكون عنده طريقه، فهن عملوا طريقه موحده هيك بالتالي، اوكي، اوكي، ولحتى نفهم المنطق اللي جاي، يعني جاي، يعني جاي من ورا كتير من القرارات الموجودة في معيار سي بلس بلس الجديد، اوكي، المتخصص متخصص متعلق بمكتبة الثريدز، مكتبة الفروعات البرمجية، اوكي، هو من المهم انه نفهم التاريخ تاعه. تمام، ف ببلش هلا هو هون طبعا بتاريخ المالتي ثريدنج بالسي بلس بلس، اوكي، تاريخ تعدد المهام او التفريعات المتوازيه بالسي بلس بلس، اوكي، الخيوط، تعدد الخيوط. ف بيقول لك معيار ال 1998 من السي بلس بلس ما بيعترف بوجود الثريدز، او ما بيتعاطى بالثريدز اصلا، اوكي، والمؤثرات العملياتيه، اوكي، ل العناصر المتنوعه او المتعدده في اللغه هن مكتوبين من خلال او بطريقه سيكونشال، طريقه يعني تسلسلية، اوكي، يعني بيعتبروا انه في عندك مكنة، زي كانوا في مكنة تجريدية بتشتغل بامور تسلسلية، اوكي، ومش بس هيك، يعني طريقة النظرة للذاكرة، نموذج الذاكرة المستعمل، اوكي، او طريقة ترتيب الداتا في الذاكرة المستعملة مش كتير معرفة بشكل رسمي، اوكي، لذلك انت ما فيك تكتب برامج مالتي ثريدد متعدد الفروع، اوكي، بدون يعني بدون ما الكومبايلر هو نفسه يقدم لك بعض الاشياء اللي شو اسمه يقدم لك بعض الاشياء، اوكي، وبتكون هي اضافات على معيار ال، يعني هي زي اضافات نازلين بقلب المعيار، بقلب الكومبايلر، مخصصين لكل كومبايلر، يعني مثلا في كومبايلر جي، مثلا افترضوا يعني جي سي سي وجي بلس بلس، وكل واحد او تبع مايكروسوفت، او كل واحد صار يعمل الثريدنج تبعته بطريقته، اوكي، على معيار 1998. هلا طبيعه يعني طبعا، اوكي، المصنعي ال الكومبايلر، اوكي، يعني كل واحد قاعد بصنع كومبايلر، انه احرار، حتى احرار يزيدوا اضافات او امتدادات على اللغه، وال اوكي، وشو اسمه، ويعني طغيان، يعني طغيان مكتبات البرمجيه تبعيه المالتي ثريدنج، تبعيه تعدد يعني الفروع، الفروع المتوازية، اوكي، بلغة سي، اوكي،
مثل هدول موجودين بمعيار البوسكس سي. اوكي في عنا البوسكس سي هون بالكتاب. اوكي واللي جايين من مايكروسوفت ويندوز، اوكي من الاي بي اي، من يعني المكتبات البرمجيه تبعت مايكروسوفت ويندوز. اوكي خلى كثير من ال من يعني برمجي الكومبايلرز اوكي بلغه سي بلس بلس يدعموا يعني يشتغلوا لكل نظام شكل، عرفتوا كيف؟ صار كل واحد كل ما طلع حدا شغله صار هن كمان الكومبايلرز يلحق وراهم ويعملوا هالشغل، ما عادش صار في شيء موحد يعني المقصود. اوكي وشو اسمه وبخلي الامور طبعا بطبيعه الحال اصعب يعني. اوكي فهل هالدعم من الكومبايلر اوكي بشكل عام بمحدود بانه بس يسمح استعمال يعني مكتبات سي الموجوده قدامنا اوكي الى نظام اللي عندنا، يعني كل نظام بدك تصير زي ما حكيت بدك تصير تشوف شو قدامه وبدك تركب له واللي جاي من النظام انت بدك تلبي عليه. اوكي ما فيك تعمل طريقه موحده. اوكي شو بقول هون، على الرغم انه كتير قليل من يعني او عدد قليل من مصنعي الكومبايلرز اوكي او مبرمجين اللي بيصمموا الكومبايلر اوكي مترجم اللغه هن عندهم او وفروا يعني طريقه رسميه ليكون عندك طريقه رسميه للتعامل مع المالتي ثريدنج. اوكي يعني التصرف الفعلي كيف الكومبايلرز حيشتغلوا مع المعالج مع المعالجات كان كتير كافيين وبشكل منيح. اوكي وخلى كتير برامج سي بلس بلس تنكتب بمالتي ثريد. اوكي هلا بعدين بما انه الناس مش مرتاحين للطريقه هاي اوكي فصار عندك انه كل واحد صار بيعمل على كيفه وبزيد وبنقص وكل مره بده يدعم هيك وهيك وهيك. اوكي وشو اسمه فمبرمجي سي بلس بلس طلعوا على مكتباتهم اللي بتعتمد على طريقه الكلاس والاوبجكت اورينتد اوكي حتى يوفروا او يامنوا وجود كلاسز تشتغل مالتي ثريدد اوكي وطريقه اوبجكت اورينتد طريقه موجهه للكائنات. اوكي ف فعندك هون مثلا اطر العمل مثل المايكروسوفت فاونديشن كلاسز او بسموهم اوكي يعني مايكروسوفت عاملين لهم كلاسز لهم مكتبات برمجيه اوبجكت اورينتد وبعدين في عندنا كمان هيك مكتبات تانية مثل عامة مثل البوست اوكي هي كتير مشهورة البوست اوكي في عندنا الاي سي اي اوكي عندهم كوم من ال يعني من كلاسز من التصنيفات بالسي بلس بلس اللي هي يعني بتضب تحت من ذراعها شو كتير من يعني من المكتبات البرمجية او التجريدات البرمجية مهم بدك اياه اللي هن بتعاطوا مع كل نظام بحد ذاته يعني مثلا لينكس شغلة على ويندوز شغلة على ماك شغلة كل واحد له طريقة بالهذا وبيوفروا لك شي طريقة هاي ليفل خلص مبسطة انه هيك بتعمل ثريد وخلاص بدون ما تفوت بالتفاصيل كيف كل نظام تشغيل بيظبط ثريدز عنده. اوكي وخلوا التكويت صار اسهل. اوكي بقول لك بقول لك على الرغم انه التفاصيل الدقيقه ل للكلاس لايبريز اوكي يعني مكتبات المبنيه بطريقه واجهه رسوميه شو اسمها عفوا مبنيه بطريقه برمج موجه للكائنات
يعني تغيرت كتير بشكل ملحوظ، اوكي، وبالاخص مع وجود يعني نظام ثريدز جديدة هاي، اوكي. الشكل العام تبع الكلاسز، اوكي، كان عنده كتير شيء مشترك، اوكي. اهم شيء يعني اهم نوع اهم قسم من التصميم اللي هو اكثر شيء مشترك مع كتير من السي بلس بلس لايبريز، اللي هي بتوفر considerable benefit to the program، اوكي، بتوفر او بتامن فائده لا باس بها، اوكي، او ما حد بيعطيها يعني قدر من الاعتبار للمبرمج، اوكي. كانت هي انه الاستحواذ على الموارد هو البدء، اوكي. فعندهم هالفكرة انه الاستحواذ على الموارد resource acquisition is initialization، اوكي. فعندهم هذا ال RAII idiom، هي فكرة انه انت لازم تستعمل استحواذ على الذاكرة، اوكي، او على الموارد، اوكي. هون نقطة البداية، اوكي، اللي هي مع زي قفوله، اوكي، اللي بتاكد انه في شيء عندنا ميوتكسس. الميوتكسس هي زي اشاره، اوكي، عن طريقه بتصير بتعرف انه هلا دور مين اي ثريد، اوكي، مين هنا لازم هذا الثريد اللي هي هلا بتشتغل، مين الثريد الثاني مستلزم تشتغل، اوكي. فهذا هو اللي عم بيحكي عنه، تمام. فالكثير من الحالات المالتي ثريدنج سبورت، اوكي، دعم المالتي ثريدنج لا سي بلس بلس كومبايلرز، اوكي، الموجوده اندمجوا مع بعض، اوكي، مع وجود مع اتاحه المكتبات المخصوصه بكل نظام تشغيل، اوكي. اوكي، ف لكثير من ال اوكي، فاذا هون قلنا فمكتبات مثل البوست والاي سي اي بتادمن يعني اساس قوي صلب، اوكي، اللي واحد بيقدر يكتب برامج فيها مالتي ثريدد، اوكي، تكويد مالتي ثريدد، وبالتالي يكون في عندنا كثير من السطور اللي هن من سي بلس بلس اللي هن كتبوا كجزء من تطبيقات فيها مالتي ثريدنج، اوكي. لكن النقص بالمعيار، اوكي، او دعم المعايير، بيعني انه هناك في مرات يعني كيف بدي اقول، في هيك مناسبات اللي هو بيكون فيها نقص الوعي بقصة الثريدز بالمودلز الميموري مودلز الموجوده بنموذج يعني نماذج التعبير عن الذاكره وكيف تنظيم الذاكره، اوكي، بيعمل مشاكل، بالاخص لما هدول اللي هن بيحاولوا يربحوا او يكسبوا اداء اسرع واقوى عبر استعمال عبر استعمال المعالج، اوكي، نفسه، اوكي، او لهدول اللي عم بيكتبوا برامج متعدد، لا يعني تكون معمول لكذا نظام تشغيل، اوكي، اللي بيكون كذا نظام تشغيل او كذا حتى كذا منصه ككمبيوتر، يعني عرفت شو، كهاردوير، اوكي، بيكون التصرف الفعلي، اوكي، للمعالج للكومبايلرز مترجمات يعني بتتغير بين بين يعني منصه ومنصه، تمام. فهذا هو، اوكي، بالسلامه.